سعيد بن محمد بن خالص العامري. والمركز الخامس بعد أن جاءتنا النتيجة هو مجد سالم بسعيد بن منانة الاكتبي. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ، بالله نستعين، عليه نتوكل، من الله دائما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. التحية متجددة مشاهدينا الأعزاء، مستمعينا الأفاضل، بتجدد انطلاقاتنا لينطلق شوطنا السابع بحفظ من الله وتوفيق، حاملا منافسات الأبكار المحليات الأصايل. نتمنى التوفيق والسداد والنجاح لجميع المشاركين. أبدأ مع المقدمة، مع الصدارة أجد سمحة لحمد بن سلطان بن سيف المنصوري، يأتي مع المركز الأول، بينما طيف من تتواجد على المركز الثاني بشعار علي بن سالم بوظفيرة العامري، يأتي مع المركز الثاني. رهان اللي على المركز الثالث لحمد بن محمد بن محنة بالويع العامري. أما رابع المراكز فالوصول من وسام لسالم بن راشد شد بن غدير الاكتبي وراء وخلف المركز الخامس. فهناك سمحة تتواجد بشعار علي بن حمودة بن علي بن حمودة الظاهري. انتقل إلى سادس المراكز، أتحول إلى السايحة الواصلة بشعار ناصر بن حمد بن سهيل بن عويضة الخيلي، يتقدم على سادس المراكز. والمركز السابع فهناك الوصول من زمة لمبارك بن صغير بن علي بن دري المنصوري ونصيبة، انصيبة اللي على المركز الثامن بشعار نصيبة. تتقدم هنا نصيبة لحمد بن عامر بن حمد بن عفصان المنصوري. انتقل الى المركز التاسع، حشمة لعبد الله بن مطر بن عميره الشامسي. والمركز العاشر سياسة لسعيد بن سليم بن سالم بالأسود العامري. هذا هو النداء للمراكز العشرة الأولى المتقدمة في هذه الاندفاعات الكبيرة، في هذه الانطلاقات المتميزة على أرضية هذا الميدان، ميدان السوان الذي يحمل النخبة، يحمل الأسماء الكبيرة والشعارات العملاقة التي تتواجد في أرضية هذا الميدان، في ميدان السوان، في إمارة رأس الخيمة، في هذا المهرجان العملاق والكبير الذي يحمل اسم سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث الانطلاقات العملاقة والكبيرة. أعود مع الكبار، مع سن الكبار، والمسافة الماراثونية هنا التي رصدت لهذا السن، 8 كيلومترات الحاضرات لهذا السن الممتع. أعود إلى المركز الأول، أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة، من يتواجد على المركز الأول؟ هناك من يتواجد على المركز الأول، غيرت سمحة، انطلقت بالمركز الأول، سارت بشعار حمد بن سيف أو حمد بن سلطان بن سيف المنصوري. يتقدم المنصوري في مركز الانتصار. أتحول إلى طيف، إلى طيف، وصل الطيف على المركز الثاني بشعار أبناء الجبيب، بشعار أبناء الهير. يتقدمون، يتحركون، يتحرك علي بن سالم بن عبيد أبو ظفيرة العامري. المركز الثالث والانطلاق والتحدي الكبير من الجانب الآخر، من يتقدم؟ هناك سمحة تتحرك بشعار علي بن حمودة بن علي بن حمودة الظاهري.
التحرك هنا، الانطلاق من الشاهنية التي وصلت وغيرت الى المركز الثالث لعبيد بن خليفة بن عبيد الخيالي، انتقل الى المركز الخامس وتابع متعبة متعبة يا متعبة يا متعبة، وصلت على المركز الخامس وتحركت لعبد العزيز بن سيف بن كليب الكتبي، يتقدم يتقدم، انتقل الى المركز السادس وتحول الى وسام، وسام القادمة على المركز السابع او المركز السادس بشعار سالم بن راشد بن غدير الكتبي، الشعار المميز، الشعار الذي يا ما حصد من الرموز، اتحول الى المركز السابع ومن اجد اجد هذه السايحة، هذه هي السايحة الواصلة بشعار ناصر بن حمد بن السهيل بن عويضة الخيالي، يتقدم مع السايحة، يتحرك بأداء السايحة، أتحول إلى المركز الثامن وثامن المراكز قدوما من زمة، زمة يا زمة الواصلة لمبارك بن الصغير بن دري المنصوري، أتحول إلى المركز العاشر، فهناك انطلاق مميز من شعار مميز، الشامخة، وصلت الشامخة وتحركت بشعار محمد بن سهيل بن عويضان العامري، واصل بهذا الأداء الكبير بانطلاقاته وتحدياته الكبيرة، أعود إلى المركز الأول، أعود إلى سمحة، سمحة وسمح الله دربك يا سمحة، تتقدم سمحة، يتقدم حمد بن سلطان بن سيف المنصوري، المنصوري في موقع الانتصار حتى هذه اللحظات، يتقدم بهذا الشعار، يتقدم بهذا الشعار، اتحول الى المركز الثاني وانتقل الى المركز الثاني لاشاهد الشاهنية واصل العبيد بن خليفة بن عبيد الخيالي، المركز الثالث طيف، وصلت لعلي بن سالم بن عبيد بوظفيره العامري، المركز الرابع متعبة بشعار بن كليب بشعار عبد العزيز بن سيف بن كليب الكتبي، اتحول الى الى انطلاقة سمحة الواصلة بشعار علي بن حمودة بن علي بن حمودة ايضا الظاهري، يتقدم مع انطلاقاته، يتقدم بالتضمير والتدريب راشد العمري، يتقدم بعوض، يتقدم بعوض ليتحرك برفقة الشعار الاقتصادي الكبير، اتحول ايضا مباشرة الى المركز الخامس في هذه لحظات، اجد وسام، وسام قادمة بوسام بهذا الانطلاق بشعار سالم بن راشد بن غدير الكتبي، يتقدم مع وسام، وصلكم بندري، وصلكم بندري، وصلكم الشبل يا الشبل، ماذا انت فاعل يا الشبل، يتقدم راعي هناك راعي بشرة، يتقدم بشعاره المميز في هذا التميز الجميل بهذا الانطلاق والتحركات الجميلة، هناك بانطلاقة رواية سالم بن احمد بن محمد بن دري الفلاحي، يتحرك بن دري يتحرك والكل يتحرك، وصلت هنا، وصلت في هذا الانطلاق ترميج، ترميج القادمة بشعار احمد بن عبيد بن راشد الكتبي، يتحرك وبوظفيرة، بوظفيرة صامدا صامدا ومصر على انطلاقاته القوية، لكني اعود، لكني اعود، لكني اعود الى المركز الاول، الى سمحة، الى علي بن حمودة بن علي بن حمودة الظاهري، يتقدم بن حمودة، يتقدم وتتقدم ترميج، ترميج المتقدمة، لكن لكن هذه ترميج اللي على المركز الثاني احمد بن عبيد بن مبارك،
الاكتبي وصلت وسام وصل سالم بن راشد بن غدير الاكتبي يتحركون ابناء مرغم ووصلت هناك نوايا بشعار سالم بن احمد بن دري لكن ترميج هناك ترميج اللي على المقدمة لأحمد بن عبيد بن بارك الاكتبي يتقدم وتحركت وسام بالمركز الثاني بشعار سالم بن دري أو هناك بشعار سالم بن راشد بن غدير وبن دري على المركز الثالث لكن ترميج بدأت هنا تنطلق هنا بالانتصار تنطلق بالفوز تنطلق هناك في هذا الاندفاع الجميل صاحبة نقطة ذهبية في مهرجان جائزة زايد الكبرى في هذا الانطلاق كانت هناك في الفترة المسائية ومسجلة توقيت زمني مقدار 12:46 وكان في الشوط 13. شكرا يا الحبسي على هذه المعلومات. من ليس له ماضي ليس له حاضرا ولا مستقبل. شكرا الى ما لك ترميج احمد بن عبيد بن مبارك الاكتبي وشكرا لبخيت بن راشد على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني نوايا سالم بن احمد بن دري. المركز الثالث وسام سالم بن راشد بن غدير. المركز الرابع كانت سمحة لعلي بن حمودة بن علي بن حمودة الظاهري. المركز الخامس كانت مع طيف اللي على المركز الخامس وشعار علي بن سالم بن عبيد بوظفيرة العامري. إذن مشاهدينا الأعزاء شاهدنا منافسة جميلة والتحديات المميزة. ترميج لأحمد بن عبيد بن مبارك الاكتبي من كانت بطلة لناموس هذا الشوط هناك بهذا الانطلاق. تهنية من بخيت بن راشد الشامسي لمالك ترميج أحمد بن عبيد بن مبارك الاكتبي. التوقيت الزمني 12:52 وخمسة أجزاء من الثانية. أدت عرض رائع ممتاز وفازت بالمركز الأول بكل قوة وجدارة. المركز الثاني التوقيت الزمني 12:54 وستة أجزاء من الثانية. كانت نوايا لسالم بن أحمد بن دري الفلاحي تهانينا والناموس. المركز الثالث وسام 12:55 وجزءا واحدا من الثانية. تهانينا لمالك وسام سالم بن راشد بن غدير الاكتبي. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم مشاهدينا متابعينا الأعزاء في كل مكان.